مرحبا، اهلا وسهلا فيكم مع شركه ريست بروبرتي العقارات. معكم خالد ميم مدينه الانيا. بهاليوم الحلو بهالجو الرائع اليوم حبينا نعطيكم فكره عن شقه مميزه بمنطقه محمود لار ضمن مجمع سكني عائلي في كافه الخدمات. الشقه بالطابق الخامس بمساحه 110 متر مربع مفروشه بالكامل من تصميم غرفتين نوم وصاله. الفكره من العقار اليوم انه مناسب للناس المهتمه بالاستثمار او الناس المهتمه بشراء منزل للعطلات او الناس المهتمه بالاستقرار. كل المواصفات موجوده بهي الشقه. خلينا نطلع ناخذ فكره مع بعض عنها. دخلنا على الشقه هلا مثل ما شايفين حضرتكم. مدخل اول شيء، خزانه على اليمين، بعدين هون في حمام، وبعدين الغرف. خلينا اول شيء ناخذ فكره عن الصاله والمطبخ. نحن بالمطبخ هلا، المطبخ مجهز بالادوات الكهربائيه مثل ما شايفين. الالوان انيقه، ابيض واسود رمادي، مزيج رائع من الالوان. في طاوله صفراء، وبالاضافه الى الصاله. خلينا ناخذ فكره عن الصاله هلا. حاليا بالصاله نحن مفروشه باثاث انيق، فيها تلفزيون ومكيف هواء، بالاضافه لشباك ولبالكون. خلينا ناخذ فكره مع بعض عن البالكون. الشقة عزاوية مثل ما خبرتكم، فالبلكون اخذ شكل حرف L، في اطلالة على الجبل من وراء، ومن قدام في اطلالة على المسبح وعلى الحديقة. ناخذ فكرة عن غرفة النوم الرئيسية. اول ما ندخل في خزانة، بعدين في غرفة غسيل وملابس، وممكن تحويلها لحمام لو حبيتوا. الغرفة مفروشة بالكامل، اثاث انيق جديد مع مكيف هواء وبالكون ايضا. غرفة النوم الثانية ممكن تكون غرفة نوم أطفال أو غرفة نوم ضيوف إذا حبيت تستخدموها، فيها سريرين، فيها خزانة ومكيف هواء. شفنا الشقة مع بعض، وهلا نزلنا لتحت نعطيكم فكرة عن الخدمات ضمن المجمع. المجمع بيبعد عن البحر 550 متر فقط، مسافة 3 أو 4 دقائق مشي. في كافة خدمات، أول شيء مسبح صيفي كبير مع ألعاب مائية، مسبح أطفال، وفي ألعاب أطفال أيضا. في حديقة، في ملعب تنس وملعب كرة سلة، بالإضافة إلى مسبح داخلي مع ساونا وغرفة بخار، بالإضافة إلى كراج سيارات. في أيضا أمن على مدار الساعة وكاميرات مراقبة. بعد ما أعطيناكم فكرة عن خدمات ضمن المجمع، المجمع الأنيق اللي بيظهر ورائي هلأ، بتمنى تكون نالت إعجابكم. المزيد من المعلومات ممكن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهاتف الموجودة تحت. بخصوص السعر، السعر جدا مميز، وفي عرض حاليا لفترة محدودة بخصوص السعر. وبتمنى نشوفكم أنا قريب بمدينة ألانيا، وإلى اللقاء بفيديو جديد.